رايحين اختي؟ مو قلت لك يا روحي رايحين لعند مرت عمك ناريمان؟ ليش بقى؟ انا ما بدي اروح لعندها. لك حبيبي لا تعذبني واسمع الكلمة، مشان اجيب لك اكلات طيبة ماشي؟ يا الله ليش جبتينا لهون؟ مرحبا. خير ان شاء الله. شو في؟ فينا نحكي جوا شوي مرت عمي؟ طيب فوتوا لجوا. يلا تعوا. ليك حبيبي بدنا نحكي شوي لحالنا، انت استنانا هون ماشي حبيبي؟ ليش؟ بعدين بقول لك بس نرجع على البيت. شو بدكم تحكوا؟ ما في شي حكي كبار، بس انت خليك هون. والله ما عم صدق، شو هالمصيبة هي؟ شو بدكم تعملوا؟ لا لا مو عارفانين شو بدنا نعمل، بس لازم نروح ونشوفها. راح روح معكم. ما في داعي تروحي معنا لهنيك، حتى نحن ما. اسكتي، قوموا يا اولاد، خلونا نروح. تعال. مرت عمو في مجال نترك عثمان عندك؟ اه؟ مو مشكلة، خلص اتركوه عندي. يسلموا. حبيبي خليك هون عند مرت عمو لبين ما نرجع، ايه؟ عندنا شغلة ضرورية نساويها وبنيجي ماشي؟ ما بتضل، ليش ما تركتيني بالبيت؟ قلت لك ما بدي اجي لهون، يلا امشوا هلا نروح على البيت. يا الله، عثمان خلصنا بقى، دوبنا نلحق امي. ايلين انا بدي امي وبدي ابي كمان، امشوا نروح نستناهم بالبيت. وعلى اساس انت رجال؟ لا تنق مثل الاولاد، خليك هون مع مرت عمو لبين ما نرجع ناخذك ماشي؟ مستناكم هون، بس انتوا لا تطول علي ماشي؟ برافو عليك. عثمان فوت لجوا. يلا. انتو ما عندكم العاب مرت عمو؟ ما بعرف، يمكن في عند مروه عرايس. انا شب وما بلعب بالعاب البنات. اه؟ مو عاجبينك العابها كمان؟ ابن ناقص. اصلا مروه ما بتحب حدا يقرب لها على العابها ابدا. ما عندها سيارات؟ لا. طيب انا بحب القصص، ما عندكم؟ ما في عندي قصص. بس اختي نيفين بتقرا لي قصص على طول وبتلعب معي كل شيء. بالله انا كان استنى اختك. طب احكي لي شي قصه انت. في مجال تحل عني؟ مو ناقصني لقب كمان، يلي فيني مكفيني. يلا روح اقعد هنيك.
بهاللحظة فهمت، مرت عمي كانت بتحب حالها وقلبها مسكر ما بيعرف الحنية وما بدها تتحمل حدا، شي طبيعي مثل الأم ما في. ليش هيك مشقشق كل هالورق ومكركب الدنيا؟ لسه هلا خلص التنظيف. والله عمك ما يشوف الجريده هيك ليطير عقله. يعني انت ضايقتي مني؟ ليش مين في غيرك؟ ايه بس انا ما سويت شي ابدا. شو هاد ذكان؟ ما وسخت شي بس عملت سفينات من الورق. ولسانك اطول منك كمان. امي بتسمح لي هيك اعمل على طول. امك؟ لو تعرف يلي عاملته امك. هاي مروه رجعت من المدرسه. لملم لي هالكركبة فورا وشيل هدول من وشي. لحنا بلا بيجاما؟ شو اعمل اذا ما جابوا لك بيجاما؟ امي ليش ما اجت لهلا؟ بكره بتجي. بابا كمان ما اجا. خلص وابوك بكره بيجي. يلا عثمان يلا نام. طيب لا تطفي الضوء. ايه شلون بدك تنام؟ ما بيصير هيك. بس انا بخاف من العتمة كثير وما فيني نام لحالي، وماما وبابا ما نان هون، ونيفين ومجد حتى ايلين مو هون. نام وبلا لعي. تركتوني لحالي.